وعاوز منهم الاستهلاك يعطلوها من الدوكيومنت عنه لو خليت اليوم على كيفه الايميل اكونت حجم التلاميذ. طيب بعدك في الليست الجروب ميمبر شيب في الليست اوف جروب دي فيها كل الجروب دي فيها كل الجروب وكل الوركينج بارتيز وكل المعارف شنو شوف انت يعني الجروب انت انترنت فيها تعمل سبسكريبشن هنا لو تعمل سبسكريبشن هنا حتى شنو؟ اي اكتيفيتي فاز والجروب حتزيد في الايميل في الايميل بتاعك. الايميل بتاعك لو كان ايميل خاص خاص ايميل ياهو مع بتاع الجامعه او كان الايميل بتاعه بتاع التايل اللي هو يكون اسمك اد تايل اي تي يو دوت اي تي واعتقد فيه وفيه شويه يعني في فري ايميل هنا مع الاكونت. في فري ايميل مع تايل الاكونت ايوه في فري ايميل اد تايل اي تي يو دوت اي تي يكون لك ايميل انترناشونال يعني في منظمة تبع اليو ان عندك تايب اكونت تنزل كل الدوكيومنت تقدر تستفيد من المنح اللي بديها الاي تي ودي بحاجة المفروض نقولها هنا اللي هي الايفنت. الاي تي طبعا بيعمل مجموعة كبيرة من الايفنت في السنة والحاجة الكويسة انه بيعلن عن الايفنت قبل فترة طويلة جدا يعني هشوف الليستة بتاعت الايفنت من تاريخ الليلة هتكون لحد نهاية 2014 معروف هم في يوم كده ومن يوم كده حد يوم كده هيتعمل اجتماع او ورك شوب او كده والمشاركين هيكونوا كده وفي قبل 3 او 4 شهور بتبدا الدكتور مثلا هتفعل شكلها كده عشان قبل ما تبدا الاجتماع لازم الاجتماع يكون يومين قبل ما تبدا الاجتماع تكون مره يومين بينه وفيه 20 او 30 دوكيومنت لو بس كنت اعتمدت على الذكاء وتمشي وتحضر الاجتماع ومن الشاشه تفهم الكلام صعب لان تقرا الدوكيومنت وتمشي يعني فات الخط بس. طيب في الايفنت هنا طبعا في الايفنت كالندر هيدينا من الليله لحد نهايه السنه الجايه يعني ممكن تخطط لحد كانت مثلا 2014 في ايفنت انا عاوز احضره بعدها مذكره طبعا بالسيكتور انا زي اشوف متى الايفنت بتاعت الراديو او الاس او الديفلوبمنت او عاوز اشوف الورك شوب بس مش العمل اللي هيتعمل والسيمينار وزي ما قلنا ده مثلا ده ايفنت في جنيفا في سويسرلاند هو كونفير ده ممكن يكون بلان يعني هم خططوا له ولكن لسه ما كونفير ده اول واحد هو كونفير في ومحله في سويسرلاند جنيفا وهو موضوع الانفايرمنت اند كلايمت تشينج وهو خاص بالستدي جروب 5 سوري ستدي جروب كم مكتوبه ليه؟ الستودي جروب وركينج بارتي 5 هي وركينج بارتي 5 لكن الستودي جروب اللي لها علاقه بالانفيرومنت اللي هي كانت 5/6 هو تبع الاي تي يو تي وحيبدا يوم 29 واحد وينتهي يوم 7 2 وهكذا كل الايفنت لحد نهايه بريتوريا تذاكر وحاجات زي كده ولا كيف؟ ممكن نشوفها شويه هي لحد في فولوشيب ايوه مجموعة من في مجموعة كبيرة من الاجتماعات فيها فولوشيب لكن طبعا فولوشيب بشروط الشرط الأول إنه بده دور واحد من الدولة يعني لو واحد جدا من من جارد سيتي واحد جدا من جامعة الخرطوم واحد فيهم مثلا حاجة لو جدا أكثر من واحد البقر اللي يمشي طبعا لو جدا واحد هو الحاجة هو الانترنت لكن لو قدم اكثر من واحد بعد ذلك رجعوا للانتيتي هذا هو الصراحه هو الفوكل بوينت يكون محدد يا واحد في دين او مجموعه من دين يا واحد فيهم هو الانترنت لكن لو قدمت انت واحد عشان كده شوف كده الموضوع بقى بيسمع من دول ما بدوش شغال بيقول لك البروبوجيشن مثلا انا افتكرها جدا ولا انتنا ولا حاجه زي دي بقى عندهم حاجه بتاع التليفون في الاول في تليفون يعني البروبوجيشن انتنا في نفسه كان عامل شكل بكره المواضيع يعني محاور يعني انت ذكرتها كلايمت تشينج مثلا كويس يعني
الريجيو يعني ما غير كلايمت تشينج فيجن مثلا في شؤون ماليه في ما بعرف في هيومن رايتس في حياه زي دي. طيب السؤال الثاني يعني في جهات ثانيه في منظومه الامم المتحده او قارئها يعني عندها بعض و و و و اهتمام او هي الشغلات بتاعتها انها مثلا تشتغل بال environment و climate change زي مثلا UN environment program في نيروبي يعني هل القصة دي نتواجد مع دي؟ طيب ايوه فعلا هي الرين تتصل بالاي سي يو زي ما قلت فين بالقطاعات القطاعين الاغذيات اللي هو الريفي والستاندرزيشن تصل لكل اي حاجه لها علاقه بالاي سي تي حتى لو علاقه جزئيه زي كلايم تشينج مثلا في كلايم تشينج مثلا الهدف بتاع الاي سي يو او المنتدى الاي سي يو انه كيف نستخدم الاي سي تي عشان ننظم الفوت برنت الفوت برنت الكربون الكربون كيف نستخدم الاي سي تي عشان ننظم الرحلات الجويه بتاعتها كيف نعمل ميتينجز اون لاين كونفرنس اون لاين واحد من الاجتماعات اللي بشوفها بتقول انه الاي سي تي بتساهم 2% من الكربون ايميشن ايميشن انبعاثات بتساهم 2% لكن يعني دي النيجاتيف لكن بوزيتيفلي لو استخدمنا النظام الكونفرنس بتاعت الويبكس مثلا الويبكس في 2011 عملوا كالكوليشن كده لقوا انه ساهم في انه ينقص 20% من السفريات الرحلات الجويه يعني بتساهم اكثر مما بتساهم بوزيتيفلي اكثر من بتساهم نيجاتيف في الموضوع بتاع الكلايمت تشينج غير طبعا المستويه وغير انه ممكن نعمل كور سنتر كيف ممكن نعمل نتورك بين الناس ممكن ننقل افكار بتاعت كيف نحافظ على البيئه بتاعتنا واحده من الحاجات المهمه وكان انشيتيف من السودان وزي ما حيتراجع هو انشيتيف حيتراجع في 2014 2013 من البي بي اللي حيكون في كوريا انه الاجهزه بتاعت الاي تي سي الاجهزه بتاعت الاي تي